تفضل يا شباب، تفضل تفضل تفضل. لكن يا ناجي بصراحه كده ما عجبني الليله دي. صح كلامك صح. الله يتعبان يا شباب، تعبان والله. خير خير في شنو مالك؟ الله يا اخوانا يعني تعب الشغل وتعب المكتب كله مدور عليه، ولكن انا تعب نفسي بدي لك زول. مالك يعني ناجي في شنو؟ وريه الله يقبلنا. انتوا اخواني ما عليكم مدرسه. نعم زينب. خير زينب زعلانه ومرقت تخلت البيت. غريبة لكن ما تغلط نهاية، انت اللي بتكون غلطت عليها. لا يا حسن اخوي الموضوع ده تعبني منه امبارح وفي وشاين يعني. لكن يا حسن اخوي زي ما قلت زينا ما تغلط، الموضوع ده لازم انا مش فيه وحيده، لازم تحله لازم تحله. لكن الناس صعبيني قاعدة قاعدة مع فريال، مع فريال صعبة وهي لو ما مرة عادلة عليك الله، لو ما مر عقله ما كانت قتلت وديني بتناس ابوي. صح كلامك صح يا حسن، كلامك صح كلامك صح يا حسن، كلامك صح يا حسن. طب وطوالي بكره تجيب زينب دي البيت؟ جدا والله لازم يا ناجي، لازم جدا لازم جدا والله ان شاء الله. ولو جبتها العشاء علي انا ده. العشاء علي يا ناسي يا حسن، هم كلهم رجلون وما تسعى. كفاية سلام كفاية. حبيبي أنا يا ناسي. عليك الله يا عم تفضل اقعدي. ماشي ناس خالتي في دردك بقعد معهم لما مصطفى يجي من مامورته. عليك الله يا عمنا، النبي فيك ما قعدتي؟ لا ماشي. هاي اخوانا انا ماشي المامورية سنان، خلوا بالك. يلا السلام عليكم. بالسلامة ان شاء الله. انت سلمك البوليس ان شاء الله، اتفضلي يفضلون في نار جهنم. ما لا يا اختي والله تشال في رموش العين دي لما لك عيال المرحومة يا اختي. شريعت يا اختي في رموشك، انا عيني نظارتي ما قادرة تشيلها. تضربني انا يا علوية؟ تديني كفنة؟ لكن والله والله انا حلفت ما بخليها. اهدي الحمد لله زحت وطارت منكم. طارت وين؟ ما وداها ناس في ريال، قال بكرة بيطلع لها تذكرة يسفرها طيارة خمة ان شاء الله. هاي ما لاقاني هاشم وجيران هنداك قد لك عاصي قد أبتو غرزة هاشم الودة الشدو الوشا غرزة هاي هو. لكن يا علوية أولاد ما يدول أي يا علو دين علوية والعين العين لجنة وقربي منها. ده شنو حصل ده؟ ابدا كثير شديد يعني كثير برضو اخوه. ما تقول لي كثير بيتغيظني، لو كان اخوي ما كان ما دايزو عليه. على فكره امبارح جه سال مني داير مني شنو؟ انا لا داير اشوفه ولا داير اشوف خلقته. عموما انا جيت اقول لك انا مسافره لوبيا، حاقعد مع زينه وقتي كم يوم. مسافر؟ طيب وموضوعنا؟ أنا ما عندي مشكلة ومواقع على الموضوع، أنت ممكن تكلم أبوي وتجي بعد البيت ناس في لبيب. أنا ما حاجة الخرطوم دي تاني إلا وأنا مزوجة. يا سلام على فكرة أنا فرحان جدا بكرامتك. على فكرة أنا سعيد مبسوط. أنت أمشي أنا. وأنا كمان سعيدة وحسيت بمشاعر خاصة تجاهك. يا سلام يا فاطمة، كأني بعرفك من سنين وأول مرة أشوفك فيها حسيت بإني لك أنت ما من بدري. وأنا كمان يا هاشم اتمنيت أقعد معك القعدة الطويلة دي من زمان. لكن يا فاطمة الكلام اللي قلت لي عن بيتكم ده، بيتكم ده غريب ومليان صراعات ومشاكل، انت عايشة فيه كيف؟
اسكت يا هاشم اسكت. انا عايشه في جحيم، اتمنيت اطلع من بيتنا ده قبل ما اعمل في روحي حاجه او اشرد. حامرقك من الجحيم ده وادخلك جنتي. بتمنى اغمض وافتح يا هاشم، القى نفسي في بيتي مستغله لراجل بيحترمني وبيغدرني بشيله في عيوني. ما تشيلي هم، بيحصل ان شاء الله. يا جماعه ما خلصتوا مواضيعكم دي نمشي؟ يعني ضروره التعلينه ونسيبنا الحلوه دي يعني؟ انت كمان ما تخليك انا يا هاشم، خليها تمشي تتونس مع علوية اختي. طيب عن نزينكم. اتفضلي نتلاقي ان شاء الله. ما نمشي؟ نمشي. تفضل. كنت خيركم يا اخواننا، بارك الله فيكم على حسن الاستقبال وكرم الضيافه، ما قصرت والله. ما تقولش حاجه، احنا اخوات وما فيش شكر بين الاخوات. تعرف يا ناجي انك انت عندك ملاك زينب دي تتوزن بالذهب. زينب دي بتحبك قوي، عارف يا ناجي؟ لو هي مش موجوده معايا هنا انا كنت سبت البلد دي خالص. الحافية في ريال زينب دي في عيوني من جوا، وتأكدي انه ما حتصل النهاية غير سعيدة معها ان شاء الله. ربنا يسعدكم ويخليكم البعض. الله يبارك فيك يا استاذ، الله يبارك فيك. تسلم زينب، نمشي بعد مشكلة ما تخلقوا شوية. والله تسلم، تبارك الله. يلا الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. السلام عليكم، شرفتوني. الله يخليكم. تفضل. كنت وين يا بنت؟ بالجبال رسلت إلى دوك مجو. كنت في وطية حبوبة، جيت جبال من بيت ناس علوية. إنت يا فاطمة؟ مالي؟ دقيقة نسألك، ما سمعت لي خبر زينب دي سافرت ولا قاعدة؟ لا. ناجي ده ما بيقدر يقعد بلا زينب، اهو ده جاي معاه شايل الحاجات وراخي حيله ومكركر رجلينه. يكرك البلا، هي كمان الفقرية دي متلحانة وراها وراها. اما جرمي هروها رو ناجي. هو ناجي فيه روحه سوى شنو؟ خلينا من بيت الناجي. المفاجأة أنا آخر من يعلم. هنجمع العكسين في يوم واحد. والله أنا لو ربطوني ما أعمل عملية تجديد، لكن على العموم ألف مبروك وإن شاء الله تكون فيها فرقة تديك ولد ولدين. أنا ذاتي ما عايز أكتر من كده. أنت ما شفت الخواجات دي بيجيبوا اثنين بس يربون لك أحسن تربية ويغزون لك أحسن غذاء، ما زينا نحن هنا الواحد يجيب لك 8 و9. يا أخي أنا عايز أرعبيهم. انا عاسق قدامك ده عمري كم 30 سنة، ما فكرت هالزمن. لو ما ضبطت البيت ده تمام وما لقى ما تكون ناقصه فيه، ما بفكر اجيب لي مره من بيت ابوها. عشان ما تقول لي انا بنام معاك طوبه وقشه حتى بعدك نفكر في المزاج. حسي كده سيبك من الكلام ده كله، رايك شنو؟ تمشي معانا انا وعثمان نادي الخريجين. في شنو؟ كيف في شنو؟ في خالد ابو الروز عنده مسرحيه هناك. اوه خالد ابو الروز ده خطير. انا هدر من مسرحية التعليم انا وابوك وابوك، انت كنت لسه صغير كده في اللفة. يعني خلاص اتفقنا تمشي معانا؟ جدا، انا خالد ابو الروز ما قاعد افوت لاي مسرحية، رغم انه اهتماماتي غنائية وانت عارف فناني المفضل عثمان الشفيع صاحبيها. وفي فرقة السودان للتمثيل والموسيقى حقت ميسر السراج، لما نكون عندهم عروض بكلمك تمشي معانا عشان تزيد ثقافتك المسرحية. تمام. Thank you.
والله الأبيض نورت ديك ما تتخيل اللي أنا وصلتها بقدر شنو يا أخي نورت يا هلا بس لكن كان نفسي تجيني في ظروف أحسن من كده. المهم جيتي مبسوطة ولا زعلانة؟ زعلانة؟ وأنا أقدر؟ أنت عارف يا بنتي أنت لحمية دمي مين قدر شنو؟ أنتوا أهم حاجة في حياتي أهم هذي ونشتغلني كل ما أتذكر قصتك أقعد أضحك وأموت من الضحك دياتا يا أخي لما التاجر ذاك قال بريدك وعاوز يقابلك وأنت ما عندك أي طريقة تطلع عشان أبوي حيقطع رجلك سكرتها وأنا اللي خلاني أعمل الفكرة دي شنو؟ عثمان طبعا عشان اتحللت من التاجر عثمان لقيته لاقي عنده ابداع بتاع تمثيل فالح قمت قلت له تعالى يا عثمان تلبس التوب وتمشي تجيب جنب الشجره ديك اجيب بعيد منه عشان ما يكتشفك بس يلا عثمان مشى وقف وعمل فيها زينب وان شاء الله مع وقفه تقوم التوب وقع من راسه الرجل شافه الشكل قال لك ما زينب ده العكاز سكي عثمان قدامه يا اخي انت مجرمه مجرمه بس بهداوة ديما ايام ابوي حابسنا وقال ما بعرس لي واحده وهي صغيره انا غايت الحمد لله عرست كبير عمره 24 سنه انا اللي عرست صغيره 13 سنه ما تميتها وده سبب المشاكل كلها وهسي انا ما عندي مانع تعرسي عندي هنا واكيد الناجي برضو ما عنده مانع مع انه هو صاحب مصطفى اخوي وهو اللي بقى له سبب في الوظيفه المتقدم بيها دي لا 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 بقى الناجي ده بيفصل الحاجات كويس وهو لسه مدور في الكوتشينه والله مدوره لكن كده ما قلت لي الدايره تقدم لك ده اسمه منو جباره صاحب اكبر محل اقمشه ومشغل وبحبني وبيموت فيني طبعا اها وانت بحب قروشه بس هو كبير لكن شبابي ووجهي ربنا يتم لك على خير يا اختي بابا بابا دار السلام نعم انت البنيه اخو زينب دي خبرها شنو اجي هي جايه بمشكله منها هلا سمعتها بالشباك كلمه بسمعها وكلمه ما بسمعها لكن البنت جايه بمصيبه كبيره يا اختي وجايين عملوا عرس هنا في اللبيض سجمنا جايين يسدوا العار هنا في اللبيض والله يا حبابه دي مصيبه واتحدفت علينا يا اخوانا اصبروا شويه استهدوا بالله ان نشوف الكلام ده اصله شنو والله الكسو فوق عرسهم ده ده كلام صعب يا عصمه لك أبوي أنا عم بسافر لبيض لبيض؟ أنت يا عبد الله يا ولدي شنو حكاية لبيض اللي من ديل طوالي الناس ماشي لبيض جاي من لبيض ماشي لبيض جاي من لبيض في شنو في لبيض؟ أنا ندير صاحبي أبوي إذا صاحبك تجي متين والله يا أبوي أنت عارف طبعا لبيض دي بعيدة ما قريبة لكن أنا ما حطوي يعني باخد لي فترة كده أبوي طيب لانه انا ذاته ماشي ابيض وجاي بعد ما تجي انت جميل ما في عوده بس داير منك تقبضني قبضه كده كبيره كده انت يا عبد الله اي ما بتشبع يا ولدي بس تطبخ بيجي زي التمساح لكن انا ابوك يا ولد ايدك فوق ابشر ما تقبل ورا بديك لكن على شرط تملى يمينك تعمل حسابك ماشي وين جاي من وين بتكلم منه بتكيف مع منه اتفقنا ولا ما اتفقنا اتفقنا يا ابوي وانا ابوك يا ولد وانا ولدك يا ابوي ما في شيء ما في شيء يمنع العقل تتعامل هنا بس بصراحه المحيرني ناديه دي مفروض تلتزم براي وليانا نعمل شنو يا نادي العود الملوي لو حاولت تعدلي بنكسر ما عندنا حل غير نجاريها بالطريقة دي كده عشان ما تجيب لنا مشكلة أكبر ويا زينب أبوه أخوه حييجوا هنا ولا كيف؟ ما في زول حييجي عبد الحليم ده أصلا هو ملتزم بشغله وكمال باعد منها وأمي ما عندها طريقة تصل تجي هنا يعني يا هو أبوي أنا وأبوه بنكفي خصوصا إنها هي سيب وموافقتها عندها خلاص ابقى تكلم ناسك والوالدة ونبدأ نجهز حالنا وروني الحاصل شنو يا زينب بنت أختك مالها سمعت قالوا شاردة منها هلا ومعرسة ودارة تعرس تاني ما دار لي أي دزديس ولا أي غضغيط المغتة بكرة بنكشف نحن ناس عايشين في الدنيا دي بسمعتنا تقصد شنو بسمعتنا دي
بقصد اللي انت فهماه ولا انا فهماه والدنيا دي كلها فهماه. عيش نادي اخد زينب دي كان في زول متقدم ليها ما وافقت بيه، جا زول تاني قدم بها يمه وهي موافقه بيه ودار تتم اجراءات عريسه هنا عند اخوتها. ما في حاجه يمه يا هو كذبان. اي والله يمه. لا انا كنت عاوزه اعرف يعني انت كنت فاهمه شنو والفهموك ليه شنو يعني؟ ما عندك دخل بل انا فاهمه ولا الفهموني ليه، الموضوع ده انتهى. لا ما انتهى الموضوع. يا زينب من فضلك عليك الله الموضوع ده خلاص انتهى. يمه يمه الله يرضى عليك يمه، عليك الله امشي اللي راكبتك هناك. شوفي حالك الله الحميره دي بتحمل لي كيفين؟ انت تقول ده انت اخوني ياكلوك من اذنانك ان شاء الله. هاي يا عبد الله يا اخوي ما قلت لي زاهر لو بيض ولا غاير؟ والله يا صلاح يا اخوي عندي كم شغلانيه كده اقضيها هنا في الابيض. ومدتك بتطول هنا ولا بسيطه؟ والله ما بتطول 13 14 يوم بالكثير ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف؟ الحمد لله الحمد لله. علوي اخوتنا شرفنا شرفنا. ها يا صاحبي ومقيم وين حسن؟ ان جماعه قريبنا بهنا. طيب يا اخي ما تيجي تقعد معانا هنا يا اخي، البيت واسع عندنا كمان ديوان بتاع ضيوف يا اخي. شكرا. افكر بتعرف واحدي اسمها زينب السعيده الشاذلي وزوجها اسمه الناجي موظف كبير عندكم هنا؟ الناجي وزوجته بعرفهم ساكنين في حي الموظفين جنبنا. اتفضل اشرب القهوه. اتفضل. الحمد لله يا حاج سعيد الواحد عنده المقدرة تعدد الزوجات. أول ما اشتغلت معاي عجبتني، لقيتها نعمة الأخلاق والذوق والأدب والاحترام، هي صرحتني بكل شيء. عرفت أنها قبل كده متزوجة وما توفقت في حياتها، وعشان كده أنا جيت طالبة منك. وهي موافقة؟ شاورتها هي ما عندها مانع، في الأخير الكلمة كلمتك والرأي رأيك. انت طبعا زول اسمك كبير في البلد وزول معروف، اهم حاجة رأيك. اذا عندك كلام غير كده انا بنسحب بهدوء. والله يا جبار اقول لك شيء، الحقيقة انا من ناحيتي ما عندي اي مانع، بس اديني فرصة اشاور اخوانا واهلا للعلم يعني، والفيها خير ان شاء الله. شكرا يا حاج سعيد. بارك الله فيك. كتر خيرك. يديك العافية. أنا دار أقول لك سير يا صلاح. بسبب زيارته للبيض. تفضل يا عبد الله سير لك في بير. زينب دي عندها أخوتها اسمها نادية. ونادية دي كان عندها مشكلة مع أخوها في الخرطوم. وبسببها جات قاعد مع أخوتها هنا. بدي معذباني. بدي مجنناني. ما تتقدم لها يا أخي. بعدين انت والتاجر كبير وما في كلام. والتاجر كبير هاي ما فيني كلام هاي، لكن الموضوع معقد فيه تعقيدات صعب عليه يقول يا كسي. كيف؟ في منافس خاش في الموضوع ومنافس خطير كمان. انت قدم اوراق اعتمادك والباقي على الله، لكن وريني المنافس ده منو. اعفيني منه هقول لك مره ثانيه، بس ما حقدر. والله شوقتني ليه ما عرفته، لكن نقول نصبر بس. ما كتير، أيام بسيطة وبتعدي، بس دارك في خدمة بواسط علي ويأخذك طالما أنتوا بتعرفوا الناس ديش. على الرحبة والسعة. عايشة كيف مع المرافقين اللي رأيك؟ لا ماشي الحال، لكن الناجي لأننا راح يشم هالصعبين بجد ومرته
مويه تحتبن. انت بتقدري عليهم باخلاقك السمحه، لكن كان دي انا كان فركشتهم لك زمان. غير الموضوع غير الموضوع. قيلتن حبابك فطومه عليك لو سمحت يا زينب، ممكن اسوق معي نادي افسحها في الابيض شويه؟ طبعا ما في اي مشكله، لكن بس يا ريت لو خليت الموضوع ده مره تانية. لا خليني امشي معاك اتفسح واشوف الابيض. خلاص يا فاطمه بمشي معاك. طيب عن نزينكم، انت البسي وتعالي لي برا. خلاص كويس. سلام. تسلمي. ناديه انا ما عارفه طلعتك دي كيف، فيها شنو؟ خليني امشي واشوف البلد. خلاص خلاص ما تتاخر. هوي حركات النسوان الكبار مع الاطفال دي ما تعمليها معي، عارفاني كويس ما بتحمل الوصايا. لا لا طبعا ما قصدت، لكن بس انت ما قاعده معي في البيت عشان كده. يلا خلينا امشي البس عشان اطلع. ناديه عبد الله، من متى في الوباد يا ناديه؟ يعني من كم يوم يا ما حصل الصدف. صدفه غريبه. تفضل تفضل. عن نزينكم حقيقة يا نادية، حتى لغايك بعبد الله كانت صدفة، صدفة مدبرة، لأنه عارف جيتك للأبيض وعارف إنه عنده أختك زينب بنت قاعدة معاها، فأصر يلاقيك عشان عنده كلام كثير داير يقول لك. اللي حصل أبوك حصلت له حاجة؟ لا أبوي ما حصلت له حاجة، لكن أنا حصل لي حاجة. عن إذنكم يا جماعة أقعدوا عافية. أنا برضو أستاذن يا جماعة، البيت بيتكم أخذوا راحتكم. في شنو يا عبد الله؟ نادي أنا حاجيك من الآخر، أنا مما شفتك أول مرة والخلاف اللي حصل بيناتنا حسيت إنه في إحساس كبير بالبطن بيني، إحساس حبني لسه من الإحساس ده ما قدرته، حسيت بيني مربوط بيك. أنا برضو بعد اعتذارك حسيت إنك زول عندك أخلاق، بس ما أكتر من كده. أنا أديت أبوك كلمة وملتزمة بيها، لأنه صراحة أنا لقيت حياتي معه. أبوي؟ أيوة أبوك، نشأت بيناتنا علاقة وأنا وافقت أتزوج. بس الفرق بينكم كبير، إذا كنت أنا ولده أكبر منك. فرق العمر عمره ما كان مشكلة، الفرق هو فرق الأخلاق، التوافق والمعاملة، الفرق فرق الإحساس وقيمة العشرة. ممكن يكون شخص من عمري وما يعزني، وراجل كبير مني يشيلني على كفوف الرحمة والمودة. أرجوك يا نادية فكر في الموضوع ده بهدوء وبرواقة، هي معقدة ومليانة مشاكل، لكن أنا وعدك أقول لك أنت براك وبكل ما أملك. بس تلغراف تلغراف يا إسماعيل، تلغراف المدني. إن شاء الله خير. خير خير وين يا أخ؟ هو في خير طالما الشر ماشي بكر عينه. كلمني يا بلا يا أخ، في شنو؟ آدم آدم المجرم الكتل أخوي حايم البختر ويضرع في مدني. الكلام ده معقول؟ معقول؟ ده كلام مؤكد مش معقول يا أخي. احتمال يكون شبه شبه؟ ومرات بيخلق من الشبه 40 يا أخوي. 40 شنو 50 شنو يا هو ذاته؟ أنا متأكد، بس فكوا كيف؟ أنا ما عارف. والعمل شنو؟ ما دام الحكومة متهاونة معاه ومخلياه على راحته، نحن بنعرف نجيب خبره. يعني أنا وإنت بكرة الصباح أول قطر ماشي على مدني نحن في ضنبه. رأيك شنو؟ جاهز؟ جاهز ونص وخمسة. والله يا زينة كلامه كان مفاجأة لي. يعني انت عاوزة ما لكن لو قلت لك عبد الله ده ما عاجبني اكتر من ابوه كون كذبت عليك. هو يا نادية الموضوع ده دخلت ورجيت بعد ده، الراجل وابوك جايين اللي يعقده. انا قعدت مع نفسي وحسبتها
وبعدين عبد الله شابه من عمري وما لابو ده كله ليه بدل ما انا اعرس ابوه وانا عبد الله نقعد نتشكل في الورثه وحقي وما حقك واتطلق منه واتزوج راجل ثاني عبد الله يتزوج عبد الله وماله مع بعض. لا حول ولا قوه الا بالله. لا لا حول ولا قوه الا بالله. انت الافكار الشيطانيه دي بتجيبها من وين يا بنت الناس؟ ده شنو ده؟ ده شنو الجشع اللي انت فيه ده؟ مالك الحاصل عليك شنو يا اخي؟ انت عشتي ببيت ابوي يوم واحد ما حوجك ليشي؟ من وين بتجيب الطمع ده يا اختي؟ نعم عيني مليانه لكن المستقبل عينه مليانه. وبعدين احنا سبعه يعني ورثه ابوي ده هتعمل لنا شنو؟ ولو امي وابوي ماتوا انت عارفه خلافي مع اخواني وان انا وضعي صعب. عاوزاني اقعد لك كده في مهب الريح وبعدين فكري في كلامي ده هتلقيني ان انا بفكر في المال والماده مع بعض. هو يعني انت اصلا حبيت جباره؟ ارتحت له حسيت زول جدي بس ما كان في خيار. شوفي يا ناديه يا اختي الراجل محللات اللي اربعه شرط انه يعدل بيناتهم وانا يعني زيه زي كل النسوان ما قعدت بلا ضره. ما حسيت عندك ضره؟ عارفه وكذب على ابوي وقال انه هو منفصل لكن يعني كذبته كان فيها شيء من الواقع لانه هو فعلا منفصل من مرته الاولى وما قد ما كلم ابوي بمرته الثانيه لكن والله العظيم يا نادي انا من ناحيتي انا سامحته. ليه؟ لانه لقيته راجل مثالي. يعني انت مع خيار جباره؟ ما في خيار غيره. جباره ما ولده. انت عارفه جباره اشتغلتي معاه عرفتي انه جباره بفكر كيف عرفتي انه انسان حكيم وانسان طيب انسان محدد مواقفه انسان عارف. انا عندي سفرية الليلة مسافر. يا راجل مرقاتك كترت وكمان الليلة جايبة لها سفر من الصباح؟ يا مرة انت ما عارفاني انا من زمان بسافر. اجريت شنو يعني؟ من زمان بسافر لكن بتكلمني هسه ارجاك صليت الصبح تقول لي انا مارق مسافر؟ انت عارف الواحد مشغولياته كتيرة والواحد بيجي ينسى. مالك ما نسيت السفر يا اخوي؟ في الحقيقة انا ما اعرف اقول لك شنو لكن يا هو زي ما قلت لك يعني عادي ادعي لي وليا دار تقلب الموضوع ده الليلة همر اليوم ده كله همر شنو؟ ادعي لي انا اسافر كده واجيب السلامة يا اخي. استغفر الله العظيم وكل ذنب عظيم. والنية على وين ان شاء الله هالمرة دي؟ في الحقيقة انا مسافر